الله أكبر، قال عزيز الخليل في جبال اللاهوتية. قيام بالتسلل إلى قمة نابليونس، حيث تتمركز دبابات النظام الأسدي التي تقصف قرى جبال الكراد يوميا. تشارك فيها كل من لواء أحباب الله بكتائبه التالية: كتيبة المهام الخاصة الساحلية، كتيبة البراء بن مالك، كتيبة نحن رجال الساحل، بالإضافة إلى الكتائب التالية: كتيبة العز بن عبد السلام، كتيبة التوحيد، كتيبة الشهيد مصطفى ميرزا، كتيبة الوعد الصادق، كتيبة فرسان العز، كتيبة السلطان محمد الفاتح، كتيبة صقور العز والظاهر بيبرس، كتيبة المغيرة بن شعبة، كتيبة عمر المختار، سرية ذو الفقار. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله أكبر.